GFX Academy. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معاكم أخوكم أستاذ وليد المعداوي من GFX Academy.net، ومعادنا مع تاني محاضرة من كورس تعلم جملة 1.5، اللي هيكون إن شاء الله بإذن الله ونرجو من الله كده يستفيد به الجميع، وإن شاء الله يكون فتحة خير على الكل. طبعا احنا اتكلمنا قبل كده ان جملة من المواقع او من السكريبتات اللي بتدعم من الداتابيز، يعني انت ممكن تعمل بيها موقع شخصي دايناميك خلال 5 دقايق بالظبط، ممكن تلاقي الموقع قدامك وتظبطه بقى زي ما انت عايز. بداية قبل ما اخش في الموضوع، انا عايز ارحب بالاعضاء الجدد والاعضاء القدامى المشتركين في الكورس. هو فعلا اختياركم ان شاء الله موفق، لان فعلا الكورس وحجم الكورس هيكون متميز جدا، وهيكون ان شاء الله يغطي جميع الجوانب. واي سؤال ان شاء الله انا ممكن اجاوب عليه، يعني لو لقيت شوية اسئلة ما ينفعش الاجابة عليها كتابة، ممكن اعمل فيديو مخصوص على رد الاعضاء وجمع فيه الاسئلة اللي ممكن ابدأ اشرحها وانوه عنها ان شاء الله. عملنا سيبانل ودخلنا عليها كمان بالباسورد واليوزر نيم، وقفنا عند المنطقة دي. يبقى احنا هنكمل من طريقة تثبيت جملة النهاردة او المحاضرة دي على السيرفر المحلي وعلى السيرفر الاونلاين. في السيرفر المحلي يعني على جهاز الكمبيوتر الخاص بيك. طبعا اجهزة الكمبيوتر كلها معظمها طبعا بتدعم نظام ويندوز او ابل، طبعا دي مش سبورت للبي اتش بي. احنا كنا اتكلمنا، يمكن كنت كتبت تنويه قبل ما ابدا المحاضرة الاولانية كتابة، قلت ان السيرفرات نوعين، نوع ويندوز ونوع لينكس. الويندوز اللي بيدعم الويندوز، الاجهزة اللي بتدعم ويندوز ده اللي بيشتغل بلغة البرمجة اي اس بي، انما سكريبت جملة كله معمول بالبي اتش بي، اذا نظام ويندوز اللي احنا شغالين بيه ما يدعموش. ازاي بقى يدعمه؟ انا ببسط برنامج بيسبورت ده البي اتش بي، بيحولني كأن الجهاز بتاعي لينكس. فانا كده عن طريق كده ببدأ عن طريق البرنامج ده، بفتح السكريبت واعمل فيه اللي انا عايزه، بحيث ان انا اجرب اي حاجة على الموقع المحلي بتاعي او السيرفر المحلي اللي هو الجهاز بتاعي الاول قبل ما ارفعه اونلاين. دي اسلم طريقة لعدم وجود اي مشاكل في السكريبتات. ليه؟ لان في بلوجنز ساعات بيبقى ملعوب فيها شوية، او تطبيقات بيكون ناس كتير مجربة فيها وناس فيها تعريب ومعربين حاجات كتير وفيها ثغرات، فانا او ممكن يعمل مشاكل لو عملت تصميم مثلا او بلجن او تطبيق وجيت رفعته على الموقع اونلاين على طول من غير ما اجربه، ممكن يعمل لي مشاكل وبص الاقي السكريبت وقع. ده احتمال، ساعات بتحصل الموضوع ده. فانا عشان اسلم حاجة، انا بقى ما عنديش استعداد كل شوية اعمل داتابيز وارفع جملة واسطبها من اول وجديد، لا انا بروح جاي مسطب جملة على سيرفر المحل هو الجهاز بتاعي، وبروح جاي مجرب وتمام التمام، وعامل تيست لكل بلوجن قبل ما ارفعه على الموقع او كل تطبيق او كل تصميم اشتغل عليه الاول على الكمبيوتر بتاعي، وبعدين لما اطمن ان هو كويس ابدا ارفع على السيرفر اللي هو اونلاين على طول. خلونا نبدا من السيرفر اونلاين عشان خلاص السي بانل بقت جاهزه معايا وابدا اشتغل من النقطه دي. احنا كنا اشتغلنا على الدومين اللي هو edvcluster.com. بخش على كنترول بانل اللي هي السي بانل بتاعتي، بعمل باك سلاش سي بانل، ويفتح لي اليوزر نيم والباسورد، بعدين بختار اليوزر نيم بتاعي وبكتب الباسورد بالشكل ده، بيبدا يدخلني على السي بانل بتاعتي. جميل. عندنا هنا شوية حاجات في سي بانل، ده يعني مش موضوعنا، هي في حاجات كتير تمام، بس انا عايز دلوقتي موضوع الكورس بتاعنا، اللي انا هخش على الحتة دي اللي هي فايلز، فايل مانجر، بضغط عليها ضغطة بيظهر لي كده، واللي انت عايز تخش على الهوم دايركتوري ولا الويب روت ولا البابليك اف تي بي، لو انت عامل اف تي بي يوزرز ودي هنعرفها ازاي نعملها،
ولا ايه بالظبط؟ فانا بقول له خش لي على الويب روت، تمام، اللي هي البابليك اندرسكور اتش تي تي بي وبعدين باك سلاش دبليو دبليو دبليو. بقول له جو، بيفتح لي بقى الروت بتاع السيرفر عندي او الموقع بتاعي. الموقع بتاعك عبارة عن، خلينا نرجع بس شوية كده واقول له تاني فايل مانجر واقول له الهوم دايركتوري واخش كده على ده بقى الموقع بتاعك، الجزء بتاعه من اوله. يعني شايف الموقع بتاعك عبارة عن ايه؟ عبارة عن فولدرات، تمام، دي كلها فولدرات، تمام. انا برمي الويب سايت بتاعي، الملفات بتاعتي كلها في البابليك اندرسكور اتش تي ام ال، بضغط دبل كليك بيفتح لي شوية الفولدرات دي. طبعا الحاجات دي كلها بيكريتها السيرفر على طول، يعني بالديفولت باي ديفولت بتاعه فبيكريت لي شوية الحاجات دي. انت ما بتجيش بس ناحيتها الا لما تكون فاهم فيها، لان فيها هنا شوية حاجات لو شلتها ممكن تعمل لك مشكلة. فانا هنا الايمجز ده ممكن اشيله، مفيش مشكلة منه خالص، او ممكن اشيل برضو بوست انفو، تمام، ممكن اشيل الاثنين دول من غير اي مشاكل. لو انت عندك معلومات شويه في الموضوع ده ممكن تتعامل مع بقيه الفولدرات دي. باجي هنا خلاص انا عملت قبل كده داونلود للسكريبت بامتداد زد اي بي او زب. الامتداد ده هو اللي بيسبورت للسيرفر هنا او اي سيرفر عموما لينكس الرار. يعني لو رفعت اي ملف رار هنا مضغوط هتلاقيه مقري غير قابل للاكستراكت. طيب يبقى هنا احنا دلوقتي هاجي من حتة الابلود دي بضغط عليها ضغطة بيفتح لي حاجات زي كده. طبعا دي الصلاحيات بتاعت كل ملف، انا اسيبها باي ديفولت واروح قايل له شوز فايل واختار بقى الملف اللي انا كنت منزله بتاع جملة. انا كنت منزله اهو دبل كليك. مجرد ما تعمل دبل كليك لو بصيت تحت كده هتقول، هيقول لك ايه ستارت ابلود ويجيب لك النسبة سنة سنة وهو بيعمل ابلود. بتستناه لحد ما بيخلص خالص وبعدين بترجع تاني على الروت تبدأ تفرده. نستنى مع بعض شوية على بال ما يخلص كده. خلص اداني رسالة كومبليت. برجع على الروت بتاعي ده المفروض انا رفعت في الجزء ده خلاص. لو جيت عملت ريلود او ريفرش بلاقي الملف بتاعي بالشكل ده وامتداده زد اي بي. طبعا لو قلت قبل كده لو امتداد رار كانه مش موجود، يعني مش غير قابل للفرد. باجي من هنا اقول اكستراكت او كليك يمين واقول اكستراكت. اوكي بقول له اكستراكت هنا اقول له يس. هنا فرد لي الفايلات بتاعتي كلها، الملف الاساسي اهو اللي هو الزد اي بي. تعال بقى نشوف دلوقتي الويب سايت بتاعي عامل ازاي. اي دي في كلاستر دوت كوم بضغط، بص فوق لقيت جمله ويب انستولر، بختار العربي والنكست التالي التالي. هنا بيانات الداتابيز. اوكي طيب اسم الموقع ده، ده الهوست، دي حاجه اسمها الهوست او الاي بي بتاع السيرفر او الهوست سيرفر نيم اللي السيرفر بيدعمه. وتقريبا معظم السيرفرات بتقول لوكال هوست، تمام. ده اسم قاعدة البيانات انت هنعملها دلوقتي واسم قاعدة المرور بتاعتها، اسم المستخدم بتاعها وكلمة المرور واسم قاعدة البيانات اللي هنعمله. طبعا هيكون قاعدة البيانات بتاعتي بالماي سيكوال ماي اس كيو ال. هنا دلوقتي دورنا اللي احنا نعمل الداتابيس بتاعتنا. طيب تعالى بقى هنا دي خلاص مش عايزينها ونرجع على الروت اللي هو الاساسي بتاعنا في السي بانل. في حاجة هنا اسمها داتابيز،
اوكي، عندي الماي سيكوال داتابيزز واضغط عليها ضغطه، دخلني هنا ان انا اكريت بقى الداتابيز بتاعتي. طيب نيو داتابيز، هتسمي الداتابيز بتاعتك، ده اسم الداتابيز. اوكي هسميها مثلا بالاسم ده، كرييت داتابيز، بيقول لي اوكي خلاص جو باك، كريت الداتابيز بتاعتي. اليوزر نيم، طبعا هنا انا شايف الداتابيز اسمها كذا 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 مثلا، بس من غير يوزر هنا كده ما ينفعش. عمر الداتابيز ما يكون ليها، ملهاش لا يوزر ولا باص، هو اداك بس اسم الداتابيز انت كريته حالا دلوقتي. يبقى انت محتاج دلوقتي حاجتين، تعمل يوزر والباسورد بتاع اليوزر. اوكي يبقى اليوزر نيم مثلا هنقول كده، والباسورد مثلا هنقول له دي الباسورد لو انا جيت هنا بصيت لقيت هقول لي ده الباسورد ده انت عاملها فيري ويك، يبقى فيه المفروض تبقى عارف ان الباسورد بتاعتك مش اي حد، يعني مش اي حاجه كده تعملها وخلاص، يعني من 1 لـ 9 ولا من 9 لـ 1 زي ما الناس بتعمل، او بتاريخ ميلاده او برقم موبايله او برقم تليفون البيت او الكلام ده، ده ما ينفعش. لازم يكون الباسورد صعب التخمين بالذات في الحته الحساسه دي. يبقى انا ممكن اروح جاي عامل الباسورد حاجة زي كده، يكون فيها حروف كابيتال وسمول، ويكون فيها حاجة زي العلامات اللي هي زي الزائد أو اليساوي أو الأندر سكور أو الناقص، ويكون فيها لو قدرت تعمل حاجات كمان اللي هي آت، اللي هي شيفت وتو أو شيفت وثري أو شيفت وفور، بيديك علامات كده زي علامة الدولار أو علامة الآت أو علامة التعجب. يعني لازم يكون الباسورد فيها كوليكشن من الحاجات دي عشان يبقى صعبة التخمين على البرامج. يبقى زي ما انا واهد دلوقتي لازم يكون، انا مثلا دلوقتي هعمل هكتب كلمة عادية بالحروف، اول حرف كابيتال وبعدين عملت شيفت واتنين اللي هي ات وبعدين الحروف، اداني فيري سترونج. تمام. طيب هنا هقول له كرييت يوزر، خد بالك ان هنا ما كانش في يوزر خالص تحت، شفنا لسه اليوزر مش موجود. تمام. هنا من تحت بقى هقول لي في هنا يوزر وفي داتابيز. جميل. لو هنا انت عامل كذا يوزر على مع كذا باسورد بيجيبهم لك كله، فانا بختار اليوزر اللي انا عامله، الاسم بتاعه والداتابيز اللي انا عاملها، اقول له ادد. ماشي. يبقى اد بيفتح لي حاجه زي كده، بفتح اول، يبقى كل الاوبشنز بتاعتها بتاع الداتابيز بفتحها او اعلم عليها بشكل ده، اقول له ميك شينجز. جميل. جو باك ابص الاقي ان اليوزر دلوقتي بقى مضاف للداتابيز نيم. دلوقتي انا هاخد البيانات اللي انا لسه عاملها دي وراح احطها هناك في المنطقه دي، يبقى اسم المستخدم لقاعده البيانات اللي هو ايه، اليوزر نيم او اليوزر ده اهو، كوبي بيست، كلمة المرور لا لسه حاططها، اسم قاعدة البيانات اللي هي داتابيز نيم دي، واقول له اوكي. هنا في الاعدادات المتقدمة، سيبك من الموضوع ده خالص، مالكش دعوة بيه، خليك هنا خلاص. انا ضفت كده البيانات بتاعتي، اقول له التالي، بيقول له انيبل تو كونكت، يبقى فيها حاجه غلط على طول. في هنا مسافه اشيلها بعد التست، جميل. هنا نقلني على تاني خطوه، يبقى قبل التهيئه لقاعه البيانات قبلها خلاص، يبقى انا كده مش مشكله. موضوع الاف تي بي سيبك منه خالص، الاعدادات الاساسيه اقول له، لو قلت له نعم هيقول لك حط لي بقى اف تي بي، اقول له لا مش مشكله الاف تي بي خالص،
طبعا ده كله تبع الـ FTP. قول له التالي، اسم الموقع هيكون ايه؟ اسم الموقع هيكون كورس جملة 1.5 مثلا، او خلينا ندي بقى بشكل فورمال شوية، الموقع الرسمي مثلا للتدريب عن بعد. اوكي، البريد الالكتروني بتاعك كل الايميلات هتستقبلها عليه او هيتعامل بيه داخل الموقع هنا. فانا هكتب الايميل بتاعي مثلا مستر وليد المعداوي ات ياهو دوت كوم. كلمة مرور مدير الموقع، انت كادمن عشان تخش على الكنترول بانل اللي بيها هتأديت الداتا بتاعتك من جملة بقى نفسها، مالكش دعوة بالسي بانل، ده هيكون جملة نفسها. مثلا هقول كده، طبعا باسورد لازم تكون برضو صعبة شوية، انا مش عاملها صعبة قوي، لازم تكون صعبة شوية، او تكتب الباسورد بره وتحفظها في مكان امن، وبعدين تاخدها كوبي بيست وتحفظها. طبعا هقول التالي، هنا بقول لك لم يتم تنصيب البيانات النموذجية. البيانات النموذجية اللي هي دي، اوكي، ممكن تعمل بيانات نموذجية بحيث ان الموقع يكون مليان مليان كتابة، فيه كتابات كتير، خلاص. ممكن انصب البيانات النموذجية، بس انا دلوقتي مش عايز انصبها عشان ناخد الموضوع من اول للاخر، نفهم الدنيا فيه ماشية ازاي. اوكي، هنعمل التالي. اوكي، يقول لك هام جدا شيل المجلد اللي اسمه انستوليشن من على الامتداد بتاعك. طيب تعال نشوف السيرفر او مكان ما انا فلت السكريبت بتاعي، هلاقي فولدر هنا اسمه انستوليشن، ده تعمله ديليت، تعلم عليه كده وتقول ديليت ديليت فايل. اوكي، ده عشان السكيورتي. اسم المستخدم بتاعك هيكون الادمن، والباسورد اللي انت لسه حاططها من شويه. هنقول الموقع، يبقى هنا انت عملت الموقع بالشكل ده. تعال بقى خش اكسس على الكنترول بانل بتاعت الموقع بتاعك، ده الديفولت، تصميم الديفولت بتاعي. بكتب هنا باك سلاش ادمنستريتور، اكتب معايا لو انت بتنسى، اكتب معايا، هات ورقة وقلم واكتب الحاجات دي. مجرد ما بضغط انتر بعد ادمنستريتور بقول له ادمن اليوزر نيم بتاعي والباسورد اللي انا لسه كاتبها من شويه. اوكي، جميل، يبقى انت دخلت كده كنترول بانل بتاعه الموقع. ممكن تشوف الموقع من بريفيو، بيجيب لك الموقع بالشكل ده. يبقى انا عندي عملت الموقع في ثواني معدوده. طبعا الموقع فاضي، انت كل ما عليك انت بنيت الموقع خلاص من كنترول بانل، من لوحه التحكم، ومن موقع اهو. كل ما عليك انت بتحط بقى الداتا وبتعرف تحطها ازاي. نشوف البرنامج بتاعنا، احنا عملنا كده دلوقتي الحته بتاعت اللي انا اسطب الجمله على السيرفر. طب انا والله حابب ان انا اضيف نقطتين كمان برضو عشان نسهل على الناس اكتر. هنقول لوج اوت، تعال بقى نشيل اللي على السيرفر كله ونعيد نفس الطريقه بس بتنصيب البيانات النموذجيه. طبعا عشان تمسح كل اللي فات او كل اللي احنا عملناه ده، لازم تبقى عارف اسماء الملفات. قلنا ده وده، دول كده كانوا موجودين مع ده، تمام. فانت هتروح واخد الادمن او الادمنستريتور، الكاش كومبوننت، شايف انا بعلم على ايه،
ملف ال اتش اكس ده مهم جدا، هنتكلم عليه. وهات الروبوتس وهات البوست انفو كمان، دي اصلا كان موجود في السيرفر. وهات ده كله، قول له ديليت. تعالى بقى هنا على الويب سايت نفسه، اعمل ريفرش او انتر تاني، هبص تلاقي رجع لك نفس الحاجه. تمام، ملف الكونفيجريشن موجود. ده مش عايزه، خلاص. تعال بقى نعيد تاني تسطيب. طبعا المفروض عشان تعيد تسطيب تعمل داتابيز تانية، يعني ضمي، يكون التسطيب على ضمي داتابيز او داتابيز فاضية خالص، عشان جملة او اي سكريبت ادارة المحتوى اما تيجي تسطبه على السيرفر بتاعك وتربطه بالداتابيز بيبدأ يقسم لك الداتابيز بناء على جداوله وبياناته هو. فالمفروض ان دلوقتي الداتابيز الاصليه متقسمه وتعمل فيها جداول، ما تنفعش تسطب عليه حاجه تانية. بس احنا دلوقتي عشان بس الوقت، فانت بس فهمت الموضوع بقى ماشي ازاي. انت بعد كده انت بقى ايه هتتعامل بعد كده زي الفل ان شاء الله. اكستراكت تاني فرد لي انتر، جيب لي نفس الحكايه العربيه، بالتالي ده اللايسنس بتاعها. احنا كنا قلنا هنا لوكال هوست. ساعات السيرفرات هنا ما بتقبلش كلمة لوكال هوست، بيقول لك لأ. فممكن تبدل الاسم ده بالاي بي بتاع السيرفر، او ممكن تبدله باسم طويل شوية بيديهولك للداتابيز. عموما احنا على لوكال هوست دلوقتي. احنا كان اسم المستخدم بتاعنا اهو، اتاكد من عدم وجود اي مسافات بعد او قبل الاسم بتاعي. كلمة المرور تاني، اسم قاعدة البيانات، انا بعمل كل الطرق قدامك عشان تبقى عندك براحتك مرونة بقى وتفهم الدنيا ماشية ازاي، تعمل اللي انت عايزه بعد كده. تالي في غلطة، ممكن تكون في الباسورد، انا كنت كاتبها غلط. تمام، هنا التالي اسم الموقع، البريد الالكتروني، كلمة مرور أو الباسورد بتاعتك كأدمن، وأجي هنا بقى دلوقتي بقول لك تنصيب البيانات النموذجية على السكريبت. تم التنصيب بنجاح، يبقى التالي. وأجي على، طبعا بشيل ده عشان سكيورتي، بس عشان ما بيعمل مشاكل في السكيورتي شوية بعد ما لو سبته يعني. باجي هنا اقول له الموقع، بلاقي الموقع بدأ ياخد الشكل ده. يبقى في هنا بيانات باي ديفولت معايا في الموقع بتاع جملة. انا سطبتها دلوقتي، فبقى الموقع عندي مليان ومتقسم كده تقسيمة حلوة قوي وبتاع. طبعا كل التقسيمات دي بناء على حاجة اسمها مديولز. مديولز يعني اركان الموقع، اوكي، هنتكلم فيها بعد كده. يبقى انا هنا بخش ادمن، الباسورد الموقع الرسمي للتدريب عن بعد، وفوق ويلكم تو فرونت بيج. يبقى انا كده دلوقتي قدرت اعمل الموقع في ايه، فعلا 5 دقايق زي ما قلنا، يمكن اقل كمان ب5 دقايق. لو انت بدات تتقن الموضوع ده، دقيقه واحده بتكون مخلص الموضوع، بتكاري الداتا بيز وبتخش على سكريبت جمله وبتسطبه وبتربط ده بده وخلص الموضوع. معايا الويب سايت بتاعي، ممكن بقى اغير اسم كل الحاجات دي واعيد تسميتها. الفيديو جاي ان شاء الله هنخش على ازاي ارفع من الاف تي بي وكاري الاف تي بي للويب
الناس اللي عندها اشتراك شيرد. في فرق بين يعني انا دلوقتي سيرفر بتاعي سيرفر مدعوم بسي بانل، في سيرفرات غير مدعومه بالسي بانل اللي هي اسمها شيرد هوست، وده بيبقى اقل تكلفه شويه من المدعوم بسي بانل. ما بقاش في سي بانل خالص، هو عباره عن بس اف تي بي بتخش عن طريقه على الروت بتاعك، الروت بتاعك اللي هو الحته دي، تمام؟ وانت ما تشوفش الا الفولدر بتاعك المسموح لك على السيرفر الخاص بالويب سايت بتاعك، تقدر بقى تتعامل منه من خلاله، بترفع وتعمل نفس الخطوات وبتعمل اكستراكت بس عن طريق الاف تي بي. حبيت انوه عن الاف تي بي عشان ان شاء الله نخش على طول بقى في الموضوع ده الفيديو الجاي. اتمنى ليكم ان اكون افدتكم معلومه جديده، وان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. لكل اللي ما سمعش عن جي اف اكس اكاديمي، الفن والمهاره القدره والابداع. جي اف اكس اكاديمي، الفكر والامتاع، عندنا افلام كرتون وكمان جرافيكس في الجون، ده غير شغل الانيميشن بيوصل المضمون. gfxacademy.net كيان متكامل بيوصل الرسالة، كيان متكامل بيوصل الرسالة، وتعرف عنه انه دايما في الصدارة، وتعرف عنه انه دايما في الصدارة. gfx هنا وشغل الميديا عندنا 3D motion، شغلنا اتطورنا في فكرنا وعندنا الجودة عالمية، اعمالنا خيالية، الافكار دي فنية، المنتجات حصرية. لو عاوز توصل لنا وهو ده المتوقع، يلا افتح النت ودور على الموقع gfxacademy.net.